أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي استقبل الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية. أكد الرئيس على أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي يعد جوهريا لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. من جانبه أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها، مثمنا في هذا الشأن على الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب باعتباره تحديا مشتركا يواجه العالم كافة، مع التعويل على دور مصر المحوري في المنطقة وعلى جهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.